وتدبر. لا تنام إلا أنت على طاعة. نصيحة لأبنائي، نصيحة لبناتي، لا تنام وأنت قد ختمت على عينيك بأن تنظر إلى التلفاز والحرام. أرجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة، ولا تختم يومك بجوال على موقع إباحي، لا تختم ليلتك بذاك أبدا. والله لو علم الله صدقك في الليل وتعبدك لأظهر الله منك نورا يراه الناس في وجهك إذا أصبحت في الصباح.